عندنا المريض له حق. ما هو الحق؟ حق أننا نأتيه ونكرر عليه الزيارة. Atikakuna barang risk kama kaskani marar ni marar na barang dia mana zoom sika izrei ni na zundur marar antika dia ni faman dia sika izrei matutetik lakin nati fi waqt az-ziyara yani la nati fi waqt mutaakhir na'am min al-layl barang nadie wa zayy faman dina zayy asikawiz dini mila tunga amtuana izetukum faman dina فسويه فتوانا مدري فتارا لوز مطمار مدري أقول نمر أقول مطمار فسويه أو نأتي في وقت الغداء مثلا نقول تفسدوه مفتوح سكفانا من نتوان زي قوام أو وقت تناول الدواء نقول تفسدوه مفتوانا زي مدري يسوان فنفوه مثمان يفتوانا من يرجل نازان ملا فانتسكة مفتوانا أو وقت زيارة الأهل النساء نقول تفسدوه مدري فتوانا فتوكا من جنفينا كفير مدري للاي مرار زن دمشتوانا فاقين ممان جازيو نبقى عنده دقائق معدودة لا نطيل البقاء عنده. سكنا بارا من الجامعة لمراريو أفتونا فيتش فيتش فسمي لما ما قال فتونا لعبة سكنا لمرار. لا نذكر عنده الموت. أتسلت سمي لما يسفى فتيس أنا من دون المرار. لا تقول له فلان كان مريض بمثل هذا المرض ومات. زيت شاف الخوز إذا مزينا بارا في ريان دي نرار منك تونا ريت نوتي بقول ما عندك شاف كنينا من المرار. لأن بعض الناس يأتي للمريض فجينا بارن نتيت ميشمون بارن عادم للمرار وماذا يقول للمريض؟ مين زوجة تنين من المرار؟ يقول أنت مسكين. جينا بارن مقرئين. ولا تستحق هذا المرض. اسمي اشجنا مش نبارن الوريد ما جنوه. كأنه هذا أرحم به من الله. زنوي وتنوي زنوي ليس زنوه ما أنا فمن جابوني الله سبحانه وتعالى. ويقول له ماذا نصنع لك؟ دمتيلي زم المرار زم الدين زوجة هاتونا ينو أنت تعرف هذه الدولة ينو دم خانت عند في رنين الدين وهذا الأطباء عندنا ليسوا بأطباء كأيريو بتشاب ويتمنى يرودية سمانا متحكيفة ولعلك لا تستطيع حتى تكتب وصية ستموت تأم زوجتونا زي اللي تسمى بيتنا دمانورة جارة دي وفاتح هذا كأنه يقول له تسخط اعترض على قضاء الله وقدره. تيزنون بيزنتين إنزين من المرار يتعتني ملازة الله سبحانه وتعالى يسمعنا متكيف مني قضائه وقدره زنوية من ملاحة الله سبحانه وتعالى. أما المسلم إذا دخل على المريض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فانبيني السلام على نبوسا ريفميت سمي مراري يملازة من السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله. دي زابط الثليني أم المراري ديالتين زينا بنا رفمناني صلى الله عليه وسلم من الدعاء يعني هذا المرض يطهر الذنب يكفر الذنب زنوي زين بفقنا رب الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس طهور إن شاء الله زين دي كما نوي يواريك نويوة دي منال تطيرك الفوتان لا تذكر عنده الموت أنا فودي نبدي أزن ريس ما تصفى فتيس أنا المرام تذكر بالصبر باحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى أنا زن بلا ما بس عراسي أمي فاريتنا وي ما نفاريتنا أمي لا عشان الله سبحانه وتعالى نعم